عن التوتر بين الولايات المتحدة وإيران والمتصاعد بعد العقوبات التي فرضتها واشنطن على طهران وأثارها الاقتصادية على إيران، ينضم إلينا عبر سكايب من ستوكهولم الكاتب الصحفي الأحوازي الأستاذ نوري حمزة. أستاذ نوري، مرحبا بكم. يعني لنبدأ من تصريح لوزارة الدفاع البنتاغون الأمريكية تقول بأن موضوع مقتل سليماني كان تقويضا لمحاولات طهران زعزعة أمن المنطقة. بداية، يعني كيف يمكن قراءة هذا التصريح في إطار التوتر المتصاعد بين الطرفين؟ ممكن قراءة هذا التصريح في إطار التوتر بين الطرفين بأن ما زالت واشنطن عازمة على تمرير مشروعها، أي إسكات إيران وإخراجها من المنطقة العربية، من العراق، من سوريا ولبنان ومن اليمن. فمشروع الولايات المتحدة اليوم يقتحم إيران في داخل البيت الإيراني، وكما أشرتم في تقريركم اليوم الاقتصاد الإيراني منهار بمعنى الكلمة. الدولار وصل إلى 22,000 تومان، والنفط لم يصدر، وإيران اليوم تتشبث ببكين بالصين، وعبر عقود كبيرة جدا أوصفها الخبراء بأنها وضع إيران البلد، إيران الدولة بالمزاد أمام الدبس، أمام الصين، أمام التنين الصيني. هذا الوضع القائم اليوم في إيران. فالكفة الراجحة في هذا التصريح نستطيع نستشف منه أن الولايات المتحدة ما زالت عازمة على موضوع إخماد الفتن الإيرانية في المنطقة، ولها اليد العليا في هذا الموضوع. الخارجية الأمريكية من جهتها يعني قامت بنشر أرقام هواتف للإبلاغ عن أنشطة الحرس الثوري الإيراني. هل يمكن اعتبار ذلك ربما تكون خطوة جديدة وجدية باتجاه أهم أذرع النظام في إيران؟ كالعادة، الخارجية الأمريكية والدوائر الأخرى التي تتابع الإرهابيين حول العالم، فهذه الخطوة تعتبر خطوة سبقتها كما تابعت قوات من القاعدة ومن قيادات داعش ومن قيادات القاعدة وفي أفغانستان ومكانات أخرى. فاليوم تصنيف هؤلاء القيادات الإيرانية من بينهم قيادات في الحرس الثوري ومكانات وأنظمة أخرى أو سلطات أخرى في داخل النظام الإيراني، نعم، تعتبر أنه إيران بات اليوم في التعريف في غاموس في تعريف السياسة الأمريكية أنه نظام إرهابي بمعنى الكلمة. وبنفس الإطار في لمعالجة هذا النظام الإرهابي تتخذ طرق أمنية بحتة. فالمتابعة متابعة أمنية، وما زالت الولايات المتحدة مصرة على متابعة الإرهابيين الإيرانيين حول العالم. طيب، بالحديث عن التضييق على النظام في إيران، إلى أي مدى ترى أن انهيار الريال الإيراني والشلل الذي أصاب التجارة في إيران هو نتيجة مباشرة للعقوبات الأمريكية؟ هل تعتقد ذلك؟ انهيار العملة الإيرانية ليست نتيجة مباشرة فقط للضغط الأمريكي والسياسة الأمريكية، وإنما هناك النظام الإيراني هو منهار من داخل نتيجة سوء الإدارة وسوء التدبير والدوخة التي صابت الاستراتيجيين الإيرانيين خلال الأعوام الماضية بضخ الأموال الكبيرة إلى نظام سوريا وإلى ميليشيات حزب الله وميليشيات أخرى تابعة لها. فهذا التصرف وهذا السلوك الغير مسؤول أمام الشعب الإيراني، زايد العقوبات الأمريكية والعقوبات الأوروبية وقضية النووي، كلها تحالفت مع بعض أدت إلى انهيار التومان الإيراني اليوم. نعم، أستاذ نوري، هذه الأزمات التي تمر بها إيران، هل تعتقد أنها ستتمكن من تحريك الشارع الإيراني وحدوث موجة جديدة من التظاهرات؟ كما شاهدتم في الفترات الماضية بين حين وآخر نشهد هزات في إيران، نعم، وإيران لم تخلو عن هذه الهزات أبداً. ليس من المستغرب إذا شاهدنا بكرة غدا أو بعد غد نوع جديد من المظاهرات من قبل الطلاب أو العمال أو القطاعات الأخرى في المجتمع الإيراني بشكل عام، وهناك هذه الاعتراضات ما زال واحتجاجات مستمرة بشكل وآخر. نعم، أستاذ نوري، في هذا الإطار هل ستكتفي الولايات المتحدة وأيضا الدول الغربية بالتضييق الاقتصادي على النظام الإيراني، أم نتوقع ربما
مواجهة عسكرية واضحة بين الطرفين؟ إيران بتصرفاتها وسلوكها أخذت البلد، النظام الإيراني أخذ البلد برمته إلى الهاوية. فاليوم نشاهد طهران رمت نفسها بحضن الصين، وهذا ما يزعج الولايات المتحدة، هذا يثير الصدام ويغرب الصدام. إذا كان هناك عقلاء في البيت الأبيض والبنتاغون والدائرة الأمريكية بشكل عام، الدائرة الأمريكية والطرف الإيراني الآخر، فقرار الطرف الإيراني اليوم بكتابة عقد كبير بينه وبين الصين وتسليم البلد لمدة 25 عام تحت تصرف الصين، هذا ما يزعج الولايات المتحدة ويغرب ساعة الصدام بين إيران والصين وروسيا من جهة، وأمريكا طيب. والغرب من جهة أخرى. هذه هي القراءة التي نخاف منها في المستقبل أن تحدث. أستاذ نوري، عطفا على كلامكم، يعني ولي عهد شاه إيران رضا بهلوي حذر من الاتفاقية التي سيوقعها النظام الإيراني مع الصين، لكن تعتقد أن الصين يعني تستطيع انتشال إيران من أزماته الاقتصادية؟ والصين دولة قوية. الصين دولة قوية بمعنى الكلمة، ولكن الصين نتذكر ماضيها في تسعينيات القرن الماضي في أوروبا حين تدخلت لإنقاذ يوغوسلافيا، فجاءت الولايات المتحدة وضربت سفارة الصين في يوغوسلافيا، والصين لم تحرك ساكنا في ذاك الوقت وتخلت عن موضوع يوغوسلافيا، وشاهدنا ما حدث في يوغوسلافيا. وهذا أريد أقول أنه الصين ممكن بالساعة الصفر تتخلى عن إيران، وهذا ما قاله أحد السياسيين الأمريكيين بالحرف الواحد: أيها الإيرانيين، يا أيها النظام الإيراني، أن الصين لن ينقذكم على الإطلاق. وما قاله ابن شاه إيران، أنا أقول أنه بيان ابن شاه وبيان مجمل البيانات التي صدرت خلال هذه الأيام من قبل المعارضة الإيرانية الفارسية كلها بيانات خجولة في الواقع. كل ما يحدث في إيران هو ليس قرار النظام الإيراني لوحده، بل قرار ديفاكتو، قرار متفق عليه بالشكل غير مكتوب بين المعارضة وبين الدولة العميقة وبين النظام الحاكم لإنقاذ البلد، أي إيران أي فارسية الدولة، من الانهيار وتفكك إيران نتيجة الظلم الغائم على الشعوب غير الفارسية خلال القرن الماضي. هذا ما يخافون عنده، ولهذا خضعوا إلى عقد فظيع جدا لمدة 25 عام، تسليم البلد ونفط البلد وكل شيء إلى الصين، وهذا ما يزعزع بالجهة الأخرى الأمن الخليجي بشكل عام، أمن العراق، أمن الكويت، أمن المملكة العربية السعودية، وكل الأمن الخليجي هذا مهدد من قبل الصين في المستقبل. يعني شاهد، أنا أفتح زاوية هنا، فقط أفتح غوص هنا، لمدة أكثر من قرن روسيا القيصرية والاتحاد السوفيتي بعدها واليوم روسيا بوتين حاولوا مرارا وحاربوا حتى في أفغانستان كي يصلوا إلى الخليج، إلى المياه الدافئة، ولكن اليوم إيران تفتح لهم قواعد على الضفة الشرقية للخليج، هم والصينيين، وهذا ما يزعزع أمن المنطقة، أمن الخليج بشكل عام، أمن دول الخليج، ويخترق المشروع الأمريكي في المنطقة ويصطدم مع تطلعات الشعوب غير الفارسية في إيران ويخنق العراق. الشعب العراقي غدا امام مستقبل يعني لا يبشر بخير. على الصينيين اقاموا قواعد بحريه على الخليج البصره، على الخليج العربي والبصره والاماكن الاخرى. هذا الخطر الكبير الذي يهدد المنطقه، يهدد العراق ويهدد الاحواز ويهدد الكويت ويهددها كلها، هذا ما عمله النظام الايراني والدوله العميقه الايرانيه بالتأييد مباشر من قبل المعارضه الفارسيه للحفاظ على فارسية الدولة. هذا الغلق الذي اليوم يعيشه المواطن غير الفارسي في إيران وكل شعوب المنطقة نتيجة تصرفات إيران غير المسؤولة. أستاذ نوري، لو تحدثنا عن مصلحة الشعب الإيراني، يعني النظام الحاكم في إيران وقع معاهدة وصفها المراقبون بالمخجلة تستمر 25 سنة مع الصين، يسمح لها بالسيطرة على موارد البلاد الطبيعية، هل سيستفيد الشعب الإيراني من هذه الاتفاقية من وجهة نظركم؟ على الإطلاق. يعني أنا عملت تقرير نشرته في فبراير الماضي، قبل خمس أشهر عملت تقرير ماذا عملت الشركات الصينية في الأحواز، تجفيف الهور العظيم، الهور الواقع، المستنقعات الواقعة بين العراق وبين الأحواز، فهذه المنطقة
جففت من قبل الشركات النفطية الصينية، نعم وهكذا ما أقامته الشركات الصينية بالمجمل ما خلفت بس فقط الأمراض والمشاكل الصحية والتضييق الأمني وإلى آخره، هذا ما خلفته الشركات الصينية في منطقة الأحواز، وهذا ستتركه أيضا في الأقاليم الأخرى الإيرانية. وبالتالي كل المردود المالي والمصالح تذهب إلى الأقاليم الصينية للصين ولتنمية الصين ولحفظ النظام الفارسي وفارسية الدولة، هذا ما تطمح عليه إيران وليست التنمية. لو كانت موضوع تنموي، موضوع اقتصادي بحت، لكان الحديث بشكل آخر، واليوم نتكلم بشكل آخر، ولكن الموضوع أمني بحت. فالحلول الإيرانية، إيران جاءت تحل المشاكل الأمنية بتسليم البلد اقتصاديا وسياسيا. على فكرة ليس موضوع التصرف بالثروات الاقتصادية والنفط في هذا ما كتب في هذا العقد بينهم وبين الصين، وإنما إيران باعت البلد بمعنى الكلمة على قضية تسليم النفط وهكذا الغاز والبتروكيماويات والمشاركة في الشؤون الأمنية وإقامة قواعد عسكرية بمشاركة من الروس، نعم. وهكذا تبادل خبراء والمحطات الصاروخية، وكل هذا مع بعض مجتمع كله. وبالمقابل إيران الصين تأخذ النفط نعم. وترجع بالسعر، ينقص السعر الموجود في السوق يوميا ناقص 38% من سعر السوق، وهذا ما يدل انه المشروع هذا كم يعني في الواقع ايران كيف وقعت به ولماذا وقعت به. وكل تطلع نعم. يعني قراءتنا للمشروع هذا هو تبدو انها صحيحه. عبر سكايب من ستوكهولم الكاتب الصحفي الاحوازي نوري حمزه، شكرا جزيلا لكم.